دلوقتي هنروح سريعا الى زميلنا العزيز كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف منه على اخر احوال المرور من داخل الاداره العامه للمرور. اليك الكلمه. صباح الخير حسام، صباح الخير جمانة، صباح الخير على كل المصريين. فعلا هنتابع من الإدارة العامة للمرور المحاور والطرق الرئيسية اللي المواطنين يقدروا يستخدموها الصبح أثناء ذهابهم طبعا لأعمالهم أو طبعا للمشاوير الخاصة ليهم، ولكن دايما بنركز على ان احنا نتفادى الاماكن اللي فيها كثافات مرورية ونتوجه للاماكن اللي فيها سيولة مرورية اكيد تسهيلا على المواطنين. خلينا نتكلم دلوقتي على محور مهم جدا من المحاور الرئيسية وهو الدائري. الدائري يمكن ليه اكثر من قسم، ولكن من اهم الاقسام بيتحرك عن في الطريق ده بشكل عام وبشكل يومي. يمكن احنا لو لاحظنا دلوقتي الشاشه هنلاقي ان في الاتجاهين في منزل السعيده، طبعا الاتجاهين هنلاقي في اتجاه في كثافه مروريه عاليه بالفعل موجوده دلوقتي، والناحيه الثانيه في سيوله مروريه. طبعا الناحيه اللي فيها كثافات مروريه هنلاحظ على يمينها كده بالظبط هنلاقي في اصلاحات موجوده زي ما احنا شايفين وتوسعات في الدائري، ده استكمالا للاعمال اللي بتقوم بيها الحكومه خلال الفتره اللي فاتت لتوسعه الدائري بشكل عام علشان تسهل على المواطنين. يمكن شفنا ده في طرق كتير جدا ونقاط مختلفه من الدائري. هنلاقي كمان الناحيه الثانيه في طرق كتير جدا ونقاط مختلفه من الدائري، هنلاقي كمان الناحيه الثانيه اللي فيها سيوله مروريه برضو في توسعات للدائري، هنلاقي الناحيتين فيها دايما توسعات لتسهيل على المواطنين الطرق. منزل السعيد ده جزء من الدائري ولكن بيتحرك منه على جزئين، جزء متوجه ناحيه طبعا المعادي والمنيب وبعد المعادي بالطبع صفه اللبن او طلعت المعادي وبعد كده صفه اللبن، وفي الناحيه الثانيه اكيد اللي جايه بقى من المعادي ومتوجهه ناحيه المنيب وناحيه منزل السعيد وغيره. الاثنين زي ما احنا شايفين اللي متوجه ناحيه المعادي هنلاقي فيه كثافه مروريه عاليه جدا، اللي جاي منها هنلاقي فيه سيوله مرورية متواجدة دلوقتي. طيب دلوقتي احنا لو اتحركنا من الدائري الجزء ده للجزء اللي بعده على طول على يمين الشاشة هنلاقي جزء كمان مهم جدا من الدائري، وده في اتجاهين، في الاتجاه المتوجه ناحية الرماية والواحات واسكندرية الصحراوي اللي هي على يميننا على يمين الشاشة هنلاقي في سيولة مرورية بالفعل عالية جدا، المتوجه ناحية ميدان الرماية يقدر يتحرك دلوقتي، المتوجه ناحية طريق الواحات اللي بادي على 6 اكتوبر يقدر يتحرك دلوقتي، كمان اللي يقدر ينزل طريق اسكندرية الصحراوي طريق سفر بالفعل في سيولة مرورية، يمكن اليمين اللي العربيات نازلة منه ده يودي لحد البوابات الخاصة باسكندرية من ناحية 6 من اكتوبر او القرية الذكية، هنلاقي في سيولة مرورية عالية جدا. اللي قادم كمان من الرماية او قادم من مدينة 6 اكتوبر او قادم من الواحات او من حدائق اكتوبر او كل الاماكن دي يلاقي في سيولة مرورية عالية جدا جدا في الاتجاهين، يقدروا يستخدموا الطريق ده دلوقتي. طيب لو جينا كمان نتحرك فيما بعد للشاشة اللي بعدها على طول وصلة جديدة تانية من الدائري وهي وصلة المريوطية، يمكن الجزء ده استكمالا لطريق الدائري اللي خاص بالرماية والواحات الصحراوي اللي جاي من الرماية والواحات ومن 6 من اكتوبر هيتحرك ناحية المريوطية او ناحية الهرم او ناحية المعادي او ناحية بعد كده صف اللبن او ممكن يكمل كمان بقية الدائري لحد بالبيس ولحد كمان الاسماعيلية الصحراوي، هنلاقي في اوله الجزء الخاص بالمريوطية. المريوطية زي ما احنا شايفين في اتجاه المتوجه ناحية المعادي، الوصلة كان بيطلق عليها قبل كده الوصلة الجديدة، في سيولة مرورية عالية جدا، او اللي مش هياخد الوصلة الخاصة بالمعادي هيكمل على طول زي ما قلنا هيلاقي في سيولة مرورية عالية جدا اللي حابب يستخدم الطرق دي. كنا دلوقتي بنتكلم على فكرة التوسعات الخاصة بالدائري، لو دخلنا الشاشه اللي بعدها يمين وجزء مهم جدا برضو استكمالا لطريق المريوطيه والرمايه والواحات هنلاقي جزء مهم جدا وجزء البحر الاعظم في الدائري. البحر الاعظم في الدائري زي ما احنا شايفين كده بقى فيه سيوله مروريه على طول دلوقتي، قبل كده كنا بنعاني انه بيكون فيه كثافات مروريه زي منزل السعيد زي ما كنا بنشوف من شويه، ولكن بعد الاصلاحات والتوسعات اللي حصلت زي ما احنا شايفين بقى على طول فيه سيوله مروريه، ومع ذلك لسه الاصلاحات شغاله لسه التوسعات شغاله زي ما احنا شايفين هنا على الشاشه، فاحنا كده نقدر عملنا الفرق ما بين الجزء اللي فيه كثافات مروريه والجزء اللي فيه سيوله مروريه. كمان يعني طبعا لو حبينا ان احنا نتفادى ده بقى الزحام ده او نبعد عنها نقدر نستخدم طريق رود الفرج. طريق رود الفرج دي البوابات في الطبيعي بتبقى زحمه بشكل عام، ولكن النهارده زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه اللي حابب يستخدمها عشان يتفادى الزحام الخاص بالدائري هيكون طبعا ده طريق
مهم جدا جدا جدا. طيب دلوقتي يمكن دي كانت المحاور الرئيسيه والهامه اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده، يعني يمكن طبعا في محاور دايما اكتر بنتكلم عليها يوميا، ولكن زي ما احنا شفنا عشان نتفادى الطرق الخاصه بالدائري دلوقتي نقدر نوجه لرود الفرج. والان طبعا عوده كريم، طبعا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات واستعراض كمال الطرق والمحاور في مصر. زميل عزيز كريم بيبرس، شكرا جزيلا لك.